طبعا النهارده انا مبسوط كتير طبعا ان ده السيمي فاينال والحمد لله وصلت له، وطبعا وصل للفاينال يعني. يا رب ان شاء الله باذن الله البرنامج النهارده يعجبكم، ويا رب كده مستني دعمكم للفاينال. لو حابين ان انا اكون يعني اخد اللقب، يا رب كل الناس اللي بتحبني تدعمني، ويا رب البرنامج النهارده يعجبكم، واستنونا في الفاينال ان شاء الله. ميرسي.